برحب فيكم أعزائي الطلاب مرة تانية ومنتابع بفقرتنا المهمة اللي هي مفهوم الطاقة والحياة. فعنا مثلا هون الصورة والأسئلة، أنا بعرف أنه فيكم جاوبوا عليهم بسهولة، فمنقول كيف يحصل هذا الطائر الجميل الرائع، كل الطيور رائعة، كيف يحصل على الطاقة اللازمة كي يحلق عاليا في الهواء؟ طبعا نعرف نحن أنه من الغذاء والأكسجين بعملية الأكسدة التنفسية يحصل على الطاقة، فالغذاء إذن أهم فوائده هي أنه يقدم الطاقة لعمل الخلايا وفائدة الجسم بشكل عام. التركيب الضوئي هي المسؤولة عن تركيب الغذاء. كائنات بنقول بعضها ذاتي التغذية كالتي تقوم بعملية التركيب، وغير ذاتية التغذية مثل هاد فهو يستمد غذاؤه. فالأساس إذن بمصدر الطاقة صح هو الغذاء بالنسبة للكائنات، لكن الغذاء من أين أتى؟ من عملية التركيب الضوئي. منين جاب الطاقة النبات حتى صنع الغذاء؟ تذكروا الدرس الأول، أتى بها من الشمس. لذلك الشمس هي مصدر الطاقة الأول للكائنات الحية، يعني هذا الطائر ونحن وكل الكائنات عايشة بالأساس على مصدر طاقة هو الشمس. طبعا ضمن الآليات يلي هي بتقول أنه الغذاء هو مصدر الطاقة لكل الكائنات الحية، تتدفق الطاقة من مصدر الأساسي وهو الشمس إلى الكائنات المنتجة، وهيك اللي هي النباتات تقوم بعملية التركيب الضوئي، يعني اختزال طاقة الشمس في الغذاء. ومن ثم يستهلك الكائنات الأخرى اللي نسميها غير ذاتية التغذية تحصل على هذه الطاقة من خلال استهلاك الغذاء. فإذا لدينا نوعان من الكائنات الحية، ذاتية التغذية وهي إما ضوئية التغذية يعني تقوم بعملية التركيب الضوئي، أو عملية تركيب كيميائي للغذاء حيث تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة مختزنة في الغذاء. نعم نشوف هون. أما الكائنات غير ذاتية التغذية كالإنسان فهو يحصل على الطاقة من الغذاء الذي اختزن فيه الضوء، طاقة الضوء. لذلك مسار انتقال الطاقة هو باتجاه واحد من المنتج الأساسي وهو الشمس إلى المستهلكات بمختلف مستوياتها. فهلأ فكرتنا هي بدها تحكي عن مسار انتقال الطاقة عبر المستويات الغذائية، يعني المنتجة المستهلكة، هيك يعني مستويات غذائية. فالسلاسل الغذائية هي أول مفهوم، فعنا يعني نفس الكلام اللي عم نقوله، تنتقل الطاقة إلى مختلف الأنواع الأحياء عن طريق استهلاك الغذاء، إنتاجه واستهلاكه، فيك تنتقل الطاقة. العناصر السلسلة الغذائية والمقصود بالسلسلة الغذائية هو ما يلي: ومسار انتقال الطاقة والغذاء في موطن أو بيئة معينة عبر الأحياء المختلفة. فالسلسلة الغذائية هي منتجات، أولاً تثبت طاقة الضوء في الغذاء الذي تركبه، ثم المستهلكات، الأرنب تغذى على النبات مباشرة بنسميه أولي، ثانوي، ثالثي، في كلها اسمها مستهلكات. في كائنات أو عنصر مهم بالسلسلة الغذائية هو الجراثيم، التي تفكك الكائنات المستهلكة والمنتجة وتعيدها إلى عناصر بسيطة في التربة أو في البيئة الموجودة فيها. إذن هذا مفهوم السلسلة الغذائية وعناصرها. منقول مسار انتقال الطاقة والغذاء نفس المفهوم، ما هيك؟ أين تختزن الطاقة؟ في الغذاء. يتناول أي كائن الغذاء أولاً وأخيراً هو من أجل الحصول على الطاقة، طبعاً وبناء الجسم أكيد. الشبكة الغذائية، مفهوم الشبكة الغذائية، يا ترى الأرنب بس بيأكل خس؟
يا ترى الغزال بس بياكل نوع من النباتات؟ أكيد لا. يا ترى البوم بس بياكل مثلا أرنب أو عصفور؟ أكيد له مصادر، فمفهوم السلسلة الغذائية لا يعبر بشكل واقعي عن انتقال الطاقة والغذاء، ولكن الشبكة الغذائية هي التي تعبر عن مفهوم السلسلة الغذائية أو العلاقات بين الكائنات، العلاقات الغذائية. فكل كائن حي له عدة مصادر غذائية، وكل كائن هو غذاء لعدة أنواع من الأحياء. هذا مفهوم الشبكة أو تعريف الشبكة، وهو المصطلح الأكثر واقعية للتعبير عن العلاقات الغذائية. تمام؟ إذا هو هذا له عدة مصادر للغذاء، وهو مصدر لأكثر من كائن، مثلا هي الدودة. هاي مفهوم الشبكة الغذائية التي هي تتضمن عدة سلاسل غذائية متداخلة فيما بينها. شو يعني عدة سلاسل؟ يعني كل كائن حي هو مصدر لعدة كائنات، مصدر غذائي، وهو أيضا له عدة مصادر غذائية. مفهوم الأكثر استخداما لدى علماء البيئة في التعبير عن مسار انتقال الطاقة هو الهرم البيئي. فالهرم البيئي، هذا الهرم وضعه العلماء كمقياس للعلاقات الغذائية وصحة النظام البيئي، من خلال طبعا عدة طرق، هي حساب الأعداد أو حساب كتلة الكائنات أو حساب كمية الطاقة التي تختزنها الكائنات في كل مستوى. طبعا بنشاهد أنه مثلا هون دائما في أي بيئة تكون عدد وكتلة ومستوى إنتاج الطاقة يكون الأكثر هو في النباتات، في المنتجات بشكل عام. تتناقص الأعداد، تتناقص الكتلة، تتناقص الطاقة في المستوى الأعلى وهو المستهلكات الأولية. أيضا في المستهلكات الأعلى تتناقص الأعداد وتتناقص الكتلة وتتناقص كمية الطاقة، وهكذا يصنع من هذه المفاهيم شيء اسمه هرم بيئي. هاي الأسئلة نجاوب عليها هلأ. بنقول الأهرامات هي الطريقة الأفضل للتعبير عن تدفق الطاقة خلال مستويات الغذاء. في السلاسل الغذائية في أي نظام بيئي، فأنواع الأهرام هي هرم الأعداد. شو يعني؟ يعني في بيئة ما نعد الكائنات الحية، هالكائنات حنقول المنتجات أولا، نباتات وغيرها، بعدين المستهلكات الأولية. فمنلاحظ إنه الأعداد فعلا تقل كلما انتقلنا نحو الأعلى، وبعد شوي حنقول تتناقص الطاقة أيضا كلما انتقلنا نحو الأعلى. فلذلك هرم الأعداد له علاقة كبيرة بهرم الطاقة أيضا، نحكي عنه بعد شوي. هرم الكتلة كيف بنعمله؟ نأخذ كتلة الكائنات الحية في بيئة ما، بنلاقي فعلا تطلع أكثر شيء كتلة الكائنات المنتجة، الكائنات المستهلكة بقل كتلتها، وهكذا. فنلاقي إنه يصنع أيضا هرم بهالمفهوم هذا. أيضا عند حساب كمية الطاقة في كل مستوى، فتكون في المنتجات أكبر كمية طاقة تختزن، تتناقص كلما انتقلنا في المستهلكات، مستويات المستهلكات الأولية، الثانوية، الثالثية. إذا أهم أهرامات أنواعها هو هرم الطاقة. لماذا؟ لأنه يعبر عن كمية الطاقة الموجودة في كل مستوى غذائي معين، والذي يمكن أن ينتقل للمستوى الغذائي الأعلى. تمام؟ إذا هذا بيعبر هون كمية الطاقة المختزنة هنا والتي يمكن أن تنتقل للأعلى. هلأ السؤال المهم، لا تنتقل الطاقة بين المستويات الغذائية بنفس الكمية، مثل ما عم نحكي تتناقص باتجاه واحد إنتاج انتقال الطاقة، ما بترجع الطاقة هيك، دائما في منتج بعدين مستهلك، مستهلك لا يقدم الطاقة للمنتج أبدا،
المنتج يأتي بالطاقة من الشمس. طبعا لماذا؟ يقولهم قال لأن كائنات في مستوى غذائي ليست غذاء للكائنات في المستوى الأعلى. أي وحدة؟ البقايا التي لا تستخدم في التغذية كالخشب، المناقير، الشعر، كلها هي كان هي مختزن فيها طاقة لكن لم تنتقل، وإنما تفككت في هذا المستوى وعادت إلى البيئة بشكل مواد بسيطة. لذلك قال قيمة الطاقة التي تنتقل من مستوى إلى أعلى هي 10 الطاقة فقط المختزنة في هذا المستوى، وهذا ما يعرف بقانون العشر. إذن هون بهذا المستوى المنتج خزين طاقة لا ينتقل إلى المستوى الأعلى إلا 10 فقط. هنا كثير من النباتات لا تكون غذاء وإنما تبقى نباتات وتتحلل وتعود إلى التربة دون انتقال إلى المستوى الأعلى. هيك معناها، تمام؟ إذن هي المفهوم وهي مفهوم قانون العشر. هلأ العلاقة بين هرم الأعداد وهرم الكتلة، نلاحظ أنه كمية الطاقة المنتقلة تتناسب طرداً مع عدد الكائنات وكتلتها الحيوية في نظام بيئي. فبتلاقي مو هون الكائنات عددها كتير وكتلتها كتير، وبالتالي كمية الطاقة المختزنة فيها كتيرة، فهي معناتها تناسب طرداً. قلت كمية الطاقة، قلت الأعداد، قلت كتلتها، قلت الطاقة في المستوى الأعلى. هذا هو المفهوم بدنا نحكي. آخر شيء بدنا نقوله إنه السلاسل الغذائية هاي لا نجد أكثر من يعني 4 مستويات، مستوى أول، ثانوي، ثالثي، رابعي. ليش ما في 5 و6؟ السبب أنه تتناقص الطاقة كلما انتقلنا بمستويات الاستهلاك يلي قلناها، تتناقص الطاقة هنا بالمستويات الأعلى، لذلك فعلا بيقل عدد هالكائنات هي المفترسة الكبيرة. آخر شيء بدنا نقوله بدرسنا أنه كوكب الأرض كما قلنا يتمتع بجميع مقومات الحياة، وهي ضوء، ماء، عناصر ضرورية لبناء الأجسام، أوزون يحمي الأرض، تمام؟ لكن على هالعوامل هي تتأثر بتوزع الأحياء، أو تؤثر هذه العوامل عفواً في توزع الأحياء. يعني أكيد كل ما كان في ماء أكثر وحرارة أفضل تكون الأحياء أكثر، وهكذا. هذا المفهوم بدنا نقوله. فالحرارة منقول يعني صحيح في كائنات تتكيف، لكن أكثر الكائنات انتشاراً في الغابات، السبب أنه أفضل الظروف موجودة هنا. فالحرارة تتكيف الكائنات مع ارتفاع وانخفاض الكائنات مع ارتفاع وانخفاض الحرارة في البيئة التي تعيش فيها، مع أنه بتبقى عدد الأحياء أيضاً أقل. النيران قال تفيد، بماذا تفيد؟ قال بأنها عندما تندلع فإنها تعيد كثير من النباتات إلى والكائنات إلى مواد بسيطة، فلذلك قال تنمو النباتات في بسرعة كبيرة في الأرض التي تعرضت لحرائق كبيرة، فسبب توافر المواد البسيطة المفيدة، العناصر المفيدة المفيدة التي أصبحت في التربة بكميات كبيرة نتيجة النيران. لا كتير في حرائق غابة بصير في كل الدنيا. التربة، خواص التربة وما تحويه من عناصر ومواد غذائية له دور في انتشار أنواع معينة من النباتات. الماء والأكسجين طبعاً ما بدها فكرة كتير، هي أنه هن الأساس بازدهار الحياة. الرياح لها تأثير سلبي على الأحياء وخاصة في الصحراء. يعني الصحراء نتيجة أنه الظروف هناك خاصة الحرارة العالية والرياح والرمال والكذا، فتمنع انتشار الحياة بشكل كبير، بينما في الغابة بشكل أكثر. وهي مثل ما حكينا بعض العوامل التي تؤثر في انتشار
الكائنات الحية، فتلاقي على بيئة الأرض ما بنلاقي نفس توزع الأحياء بكل الأماكن، وإنما تزدهر في أماكن وتقل أعدادها في أماكن أخرى. إذن هي فكرتنا اللي انطلقنا منها، اللي هو كوكب الأرض والبيئة التي يعيش فيها، و نعم البيئة التي يكونها وليس الذي يعيش فيها، والتي طبعا هذه البيئة تعيش فيها كل الكائنات وتزدهر بهذا النظام الرائع اللي اسمه نظام بيئي غلاف حيوي، يعني توجد جميعها على الأرض. هذا درسنا، أتمنى لكم يعني تكونوا هيك استمتعتوا فيه، وشكرا لكم.